يعرف شداة الفقه أن الفقه الذي نتعلمه ونعلمه يتعلق بأفعال المكلفين، يتعلق بأفعال المسلمين، بأفعال المكلفين. لذلك الفقهاء يرتبونه، يرتبون أبوابه على حسب أهمية ما يتعلق بهذا المكلف. فلما كانت الصلاة هي أعظم الفرائض التي فرضها الله تعالى على المؤمنين بدأوا بها وقدموا لها بباب الطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، فناسب أن تقدم الطهارة وإلا الصلاة هي أعظم. قالوا لكن مفتاح الصلاة هي الطهارة، فبدأوا بكتاب الطهارة ثم بكتاب الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام، ثم بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، ثم بدأوا أيضا ما يتعلق بالمكلف وما يحتاجه في حياته من البيع والشراء ونحوه، فأوردوا باب المعاملات من البيع والشراء، ثم نظروا أيضا إلى حاجته وإبقاء النسل وما يتعلق بشهوته، فأردفوه بعد ذلك بكتاب النكاح، ثم أختموا بباب القضاء لأن المنازعات والخصومات لا بد وأن تقع. فجاءوا في الباب الجنائز ذكروا، قالوا الجنازة يعني في بادي النظر إذا كانت تتعلق بفعل المكلف لا بد وأن تذكر بعد باب الوصايا، لأن الميت قبل أن يموت يوصي، ثم إذا مات جهز وصلي عليه، ثم يأتي بعده المواريث. قالوا هذا الترتيب. قال لكن قدموا كتاب الجنازة لاعتبار آخر، وذلك أنهم نظروا أن ما يتعلق بالميت، لأن الميت إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة وهي الدار التي يحاسبه الله تعالى فيها، وهو أحوج ما يكون إلى الدعاء وإلى شفاعة المؤمنين، وما يتعلق بأخرى هذا الميت هو أهم مما يتعلق بماله ووصاياه وميراثه ونحوه، فلذلك قدموا هذا الكتاب فأوردوه بعد كتاب الصلاة. قالوا لأن ما يتعلق بالميت من أمور آخرته والدعاء له والصلاة عليه هو أعظم مما يتعلق بماله ووصيته وميراثه ونحوه، فلذلك قدموه في هذا الموضع، وقدموا الصلاة على ما يتعلق أيضا بالميت، وسيأتي بيانه بعد قليل بعد في المرات القادمة إن شاء الله تعالى، من حيث تغسيله وتطيبه. قالوا لأن الصلاة فرض كفاية من الواجبات، أما ما يتعلق بغسله وتطيبه ونحوه إن كان يتقدم الصلاة، لكن هي مسألة يعني من المندوبات والمستحبات، فقدمت الصلاة عليه وما يتعلق بالصلاة عليه على ما يتعلق بتجهيزه ونحوه لهذا الاعتبار. هذه فائدة ساقها الإمام الفاكهي رحمه الله تعالى في شرحه لعمدة الأحكام، فاتني أن أذكرها.